النشرة الجوية الرئيسية من قناة شروق. مشاهدينا أهلا بكم. إذا بالنسبة لحالة الطقس، تبقى الوضعية الجوية نفسها، ما كانش جديد، تبقى دائما الأجواء مغشاة بسحب سفلى تكون مرفوقة بضباب على المناطق الشمالية الغربية وحتى الوسطى، بينما راح تكون سحب كثيفة نوعا ما على المناطق الشمالية الشرقية، تعطينا بعض القطرات من الأمطار محليا. وفي الظهيرة إن شاء الله، وبعد تلاشي السحب السفلى وانقشاع الضباب الخفيف اللي كان يميز المناطق الشمالية الغربية وحتى الوسطى، راح تتشكل سحب عابرة ما عندهاش فعالية، بينما راح تبقى الوضعية نفسها تميز المناطق الشمالية الشرقية دائما سحب كثيفة مع بعض الأمطار محليا. أيضا راح تبقى نفس الوضعية تميز كافة المناطق الجنوبية، راح تكون مشمسة وصافية تماما. أيضا نشهد زوابع رملية تنشط بالجنوب الغربي وحتى الصحراء الوسطى، وهذا يرجع طبعا إلى رياح تكون من معتدلة إلى قوية. درجة الحرارة الدنيا لصباحة الغد إن شاء الله نسجل 12 درجة بعنبة، 6 درجات بالجزائر العاصمة، 4 درجات بوهران، درجة صفر على المدن الداخلية أيضا بالأوراس والصيف، 4 درجات تحت صفر بالبيض نعمة وسعيدة، درجتين تحت صفر على كل من الواحات وحتى ببشر، درجتين نسجلها بغردايا أيضا بتندوف بأدار وحتى بتمن راس، 4 درجات سجلها على عين صالح تيميمون وحتى بجانات، 6 درجات أيضا على أقصى الجنوب الجزائري. ودرجة الحرارة القصوى لظهيرة الغد إن شاء الله عندنا 12 درجة بعنبة، سكيكدا، القالب، جاية وحتى بالطارف، 16 درجة بالجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازا، ودلس نفس المقياس بمعسكر غليزان، المدية، شلف، البليد حتى وتيزي وزو، 18 درجة بوهران، مستغانم، تنس، بنيصاف، 10 درجات على كافة الهضاب العليا على كل من الأوراس، سطيف، الجلفة، أيضا بالبيض نعامة سعيدة وعين الصفراء، 16 درجة نسجلها بالواحات، 20 درجة بغردايا، 18 ببشار، 22 بتندوف أيضا نفس المقياس بأدار، 21 سجلها بعين صالح تيميمون، 18 بإليزي عين ميناس، ترتفع بدرجة بتمن راس، أيضا عندنا بجانات 17 درجة و24 درجة على كل من عين قزام وبرج باجي مختار. نوصلوا مشاهدينا للملاحة وصيد البحر، البحر إن شاء الله غدوة راح يكون مضطرب على سواحل الغربية وهائج على سواحل الوسطى وكثير الهيجان على سواحل الشرقية، وفق رياح تكون شمالية شرقية على سواحل الغربية وحتى الوسطى، بينما راح تكون شمالية غربية على السواحل الشرقية سرعتها توصل حتى 60 كيلومتر في الساعة، وطبعا الرؤية راح تكون حسنة. ومشاهدينا نصلوا لختام نشرتنا اللي نختمها كالعادة بالمعلومات الفلكية لتهم الجزائر العاصمة وضواحيها. غدا إن شاء الله الخميس 5 جانفي 2017 شروق الشمس راح يكون على 8 صباحا، بينما الغروب راح يكون على 5:46 دقيقة. مشاهدينا لمعلومات أكثر حول الجو والبيئة تقدروا تواصلوا معنا عن طريق المواقع الإلكترونية اللي هي دائما في خدمتكم واللي ظاهرة أيضا أسفل الشاشة. نشكركم مشاهدينا على كرم الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.